السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين أينما كنتم، ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فلنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نجم مانشستر سيتي رياض محرز يوجه صفعة أليمة للمتكبرين عن المنتخب الجزائري، حيث وجه الدولي الجزائري رياض محرز رسالة قوية لجميع من يتكبرون على الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني الجزائري ويفضلون عليه الديكة بغاية البروز. وكشف جناح الطائر في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي بأنه لم يتردد ولو للحظة في اختيار بلده الأصلي الجزائر على حساب الديكة. وحيث أكد نجم سكاي بلوز بأنه تأثر كثيرا عندما وصله استدعاء لأول مرة خلال فترة الناخب الأسبق حاليلوزيتش سنة 2014. طبعا من هذا المقال تعرف أن رياض محرز قلبه جزائري 100%. طبعا من هذا الخبر أعزائي المشاهدين تعرف أن رياض محرز ذو الأصول الجزائرية، من أصول ينحدر من أصول بنسنوس من ولاية تلمسان. طبعا قلبه جزائري 100%، وكما رأيتم في التصريح الذي صرحه لمانشستر سيتي عن مدى اختياره للمنتخب الجزائري ومدى سروره لتلقي تلك الدعوة من وحيد حاليلوزيتش، طبعا طار من الفرحة أعزائي المشاهدين. هذا ما صرح به رياض محرز للموقع الرسمي لمانشستر سيتي. طبعا رياض محرز لاعب ذو أصول عربية كما قلت لكم، ولن يغير وطنه، طبعا محب للوطن الجزائري 100%، ولن يغير وطنه من أجل المال ومن أجل البروز ومن أجل كذا وكذا. طبعا هو اختار الجزائر وبرز في نادي مانشستر سيتي. طبعا أقدم لك تحية كبيرة مني من قناة وليد هوب يا رياض محرز. وأوضح في الأخير بأنه لم ينسى فضل الجزائري عليه في رسالة قوية للاعبين أمثال حسام عوار والذين يترددون في قبول الخضر. طبعا حسام عوار كما قلت لكم لاعب أولمبيك مارس أولمبيك ليون، طبعا هو يلف ويدور في نقطة واحدة ولا يريد تمثيل الخضر، فقط يريد أن يجعل حديث الصحافة يتكلم عنه. طبعا هذا اللاعب كما نقول نحن إنه يريد فرض نفسه على الجزائريين ويريد فرض نفسه أيضا على الناخب جمال برمادي. حسام عوار من أشد اللاعبين الذي تعامل معهم الناخب جمال برمادي، حيث يلف ويدور في نقطة واحدة ولا يريد تمثيل الخضر أو تمثيل الديكة. طبعا قلها أعلنها في الصحافة الفرنسية أو للصحافة الجزائرية أو في أي مكان أنك تريد منتخبا ما، ونحن لا نجلب لاعبين بالقوة، طبعا نجلبهم من أجل الوطنية الجزائرية ومن أجل حبهم للوطن الجزائري وتمثيل الخضر. هذا شيء معلوم أعزائي المشاهدين. وطبعا هنا ينتهي هذا الفيديو أعزائي المشاهدين، ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم.